انا وجعني اللي ماما هيموتني. ليه؟ مش عارفه مش عارفه انا عايزه اخلص. ماما 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 اطلعي معايا البيت. مفيش لولو معاك على البيت يا عثمان. هتطلع يعني هتطلع. مش هتروح معاك في اي حته يا عمده. وانت مين بقى بسلامتك عشان تخش في الموضوع ده اساسا؟ طب امشي من هنا وبلاش فضايح. في ايه يا عمده؟ انت مش لاقي حد تعمل عليه عمده بره، جاي فرد دلوعك وتعمل علينا عمده؟ انا عمده؟ عمده هتعمل عنك عنك وعلى الشديد لك كمان. احنا هنغلط بقى ونقل ادبنا ونطول لساننا كمان. اطول لساني زي ما انا عايز وماليش كلام معاك يا كريمه. انا كلام مع مرتي. اطلع البيت. مش هتطلع يا عمده. هتيجي معايا يعني هتيجي معايا. امشي امشي من هنا بدل ما الم عليك الناس. وانت ليك صوت تتكلم يا متطلقه انت. ها شوفي فضايح مرتي بتعمليه في مصر. راح تتصرمح مع الاسود ولا مع السواش؟ اخرس قطع لسانك راجل قليل الادب ما عندكش دم. انا بنتي متربيه احسن تربيه يا ابو غفمل. هنعرف يا كريمه هنعرف اذا كانت بنتك متربيه ولا مش متربيه. هاني الله اعرف. اوعي الحقونا يا ناس الحقونا. العمد عاوز يموتنا. الحقونا يا ناس. صرخي اوعي ايدك. صرخي زي ما انت عايزه. لم علينا الناس. خليها تفضح كريمة ويعرف ان بنتها مش عايزة تخش على جوزها يوم زفافها. يبقى ايه؟ يبقى معيوبة يا كريمة. انت معيوبة يا رجل. انت بقول لك ايه؟ انا هاخد مرتي. انت مش معيوبة. انت اللي معيوب ومخك فاضي وهمجي. عارف بنتي مش عايزة تخش عليك ليه؟ ليه؟ عشان انت ما بتنفذش كلمة واحدة من اللي انت قلتها. عرفت ولا قلتها لي يا عمر؟ لا ما عرفتش يا كريمة. اديك عرفت. وهاخد مرتي. يعني هاخد مرتي. مش هتاخد حاجة. هيروح في 60 داهية. أنا ما يهمنيش يروح في داهية. أنا كل اللي يهمني هاخد حقي. وأنتي لما تاخدي حقك يا عمتي هتعملي بإيه؟ ناوي أعمل كيف فريدة. فريدة اللي البلد كلها كانت بتقول عليها سايبة. اللي البلد كانت بتقول إن ملهاش راجل. في الآخر اتجوزت زينة الشباب مروان. وهتسيبي محروس؟ محروس؟ محروس ده انا ما استعنهوش خدام يجيب لي مداسي. نصيب بقى. لا ده مش نصيب. ده ظلم قهر وسبب فيه عبد الحكيم. طب وانتي ناويه تعملي ايه يا عمتي؟ ناويه ابقى معاكم. معانا؟ معانا ازاي يعني؟ يعني اللي تقول عليه شهد انا حامله. تعالي تعالي خدي. اركبي اركبي. خشي 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 يا سيلة. استنى يا عمدة. زينب يلا استنى ولا بتاع. استنى استنى يا عمدة. يا زينب يا زينب. قلبي يا بنتي. عمتي قلبي حصل لك ايه؟ تعالي معايا تعالي. ادخلي ادخلي. حد هنا؟ يا امسكي انت يا عمدة. بقول لك ايه؟ 10 دقايق برجع لك اشوف ايه تحت. زينب انت قلت لك عثمان. انت عمده. انت اللي اسمك عثمان. يف يف مالك؟ دخلت انت حبيبك قدام ليه؟ البت فين؟ يف البت. بنت فين يا عثمان؟ ما عنديش بنات. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ما عنديش بنات. ولا توكل على الله وقول امسى. بقى كده؟ ايه بقى كده انت؟ بتهددين ولا ايه؟ زينب خد يا بنت. انت فين يا زينب؟ توكل على الله. اقعد يا بنت. اوعى ما تسكتيش. 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 اوعى ما صباحيتك بنتك بكرة هتاخديها قصة هتاخديها صخصليا.
اعمل ايه يا رب؟ دبرني اعمل ايه يا نادية؟ اجيب البندقية وتخو عيارين واخلص منه عشان اخلص بنتي؟ دبريني يا بنتي اعمل ايه؟ نادية مش دي عربية مروان؟ هي ايه يا عمتي؟ هتعمل ايه؟ هخشله. مروان؟ مروان يا عمتي؟ مروان. المهم بنتي تخلص وخلاص. انت عاوزة جبرية تشمت فينا؟ عارفة لو جبرية نفسها تقدر تخلص بنتي هروح لها وتجيبها وهي اللي تخلصها. حبتك يعني ايه؟ مروان؟ لا يا عمتي، لا يا عمتي بلاش بلاش يا عمتي. معلش يا حبيبتي حقك عليا، انا عارفة ان انت مش عايزة تخش جوه، بس اعمل ايه ده اللي قدامي؟ مفيش في البلد. ايوه مروان الحقني يا ابني. الحقني يا حبيبي. فين العمدة عثمان؟ هيموت زينب. هيموتها ليك يا فل الشر. الحقني تعال نجيبها. تعال اهدي. قولي لي ايه اللي حصل؟ انت لسه هتسال؟ بقول لك العمدة هيموت زينب، تقول لي ايه اللي حصل؟ ما هو جوزها. ما تقلقيش يا ستي كريمه، هو الجواز كده فاوله مشاكل كتير، بس شويه شويه الوحده بتاخد على طبع جوزها وبتعرف تعامله كيف. هو انا اللي هقول لك برضه. مروان هتسيب زينب؟ هسيب بنت عمك في ايديه؟ هيموتها لو ما عملتش اللي هو عايزه. وهو عايز ايه؟ البنت رافضاها ورافضه انه يجي جنبي منها ويلمسها. ايوه يا حبيبي رافضاها ورافضه الجوازه دي من اصله، وانا اللي جوزتها بالعافيه. ايه اللي بتقوليه ده؟ ايوه اللي انت سامعه ده، انا اللي جوزتها بالعافيه. هي دلوقتي مرته، وطالما مرته يبقى من حقه يعمل اللي هو عايزه، ولا ايه؟ الاصول اصول واحنا مالنا. انت مالكيش دعوه، انا بكلم ابن عمها. مروان هتسيب زينب؟ لا مش هسيبها مش هسيبها. ما تخافيش. على فين؟ على فين يعني؟ هروح اجيب بنت عمي وقت على رقبة البو دي. واجب برضه، أنا جاية معاك. جاية معايا فين؟ لا لازم أشوف زينب وأتكلم معاها. حقك عليا يا بنتي، حقك عليا. معلش أنا اللي دخلتك البيت ده، بس أعمل إيه؟ خايفة على أختك زينب، أعمل إيه؟ عشان خاطرك. يا زينب! يا عثمان! يهدي! يا زينب! مالك يا مروان؟ خبر ايه؟ زينب فين؟ زينب مين؟ زينب مرتي؟ اوعى تقول مرتك! اوعى! انت مجنون ولا ايه؟ ها؟ ازاي تتهجم على بيتك كده وعلى مرتي من غير اذن؟ زينب! خد حالك ليه؟ زينب! يا زينب! يا زينب! مروان! اوعى تتهجم اكتر من كده! أنا بقول لك أهو. تعالي. وأنت إيه اللي نزلك من الرصاصة؟ الله! والمصحف الشريف! الرصاصة التانية هتكون جوا دماغك. اللي بتعمله ده غلط يا ولد عبد الحكيم. اخلص دلوك! اخلص! زينب! تعالي. انتي ولا فريدة؟ اكفل. زينب هتبقى هنا؟ ما ينفعش يا مروان. لا ينفع، طول ما زينب هنا محدش يقدر يقرب لها. ما ينفعش تقعد هنا دلوقتي؟ قلت ينفع.
انت كويسه دلوقتي يا حبيبتي؟ اهدى، هو العمله طلقها؟ ويطلقها ليه بس يا جبري؟ خلاص مش عايز اسمع ولا كلمه. تعالي يا زينب، تعالي يا حبيبتي. من هنا ورايح مش عايز اسمع لا حس ولا صوت ولا خناق. كمان كل واحدة منكم تحط لسانها في خشمها. مروان، انت تقول لها انا الكلام ده؟ انا بقول الكلام ده لكل واحد في البيت. خلاص مفيش كلام تاني لحد كده وكفاية. ضحكت قعدت مستنياك انك تيجي ما جيتش. انا هبات هنا النهارده. وماله، انا مقدره اللي حصل، بس يعني كنت اطمني عليك مش اكتر. طالما اطمنت عليك يبقى روح انام. اقعدي. عينيا، تحب ابيت معك هنا النهارده؟ يو، مش احنا متجوزين والكل عارف؟ ايه المشكله يعني؟ فريده، في ايه مالك؟ وانا قلت حاجه غلط؟ أنا بس عايزاك تبقى هادي عشان تعرف تفكر، عشان العمدة مش هيسكت. هيعمل إيه؟ هيقدرش يعمل أي حاجة؟ لا، يعمل كتير. أنت بس اللي مش واخد بالك، أنت رحت خدت مرته من بيته وده العمدة، يعني البلد باللي فيها. فريدة، أنت جاية تزيديها علي؟ يقطعني لو كنت جاي عشان كده. انت عارف ان انا لا يمكن اعمل اي حاجه تزعلك مني او تضايقك. ما تشغلش بالك ولا تحط في عقلك، بس انا عايزك تعمل حسابك انه بكره ممكن تلاقي الدنيا كلها مقلوبه عليك، وانا بخاف عليك وبخاف عليك قوي كمان. تنقلب الدنيا، هميليني دلوقتي. مروان ده طلع راجل بحق وحقيقي، دخل على بيت العمدة زي الأسد ولا حد همه. ليه حق فريدة دي تتهبل عليه؟ جرى يا رتال. ايه؟ هو أنا قلت حاجة غلط؟ عمال ترمي بالكلام، عايزة ايه؟ مش عايزة حاجة يا أخويا. عاوز ايه يعني؟ يعني هو أنا مش عارفك؟ انت مش عارف حاجة خالص. باللي عمله مروان ده خد البيت كله في عبه. لما يجي ابوك هيقولوا تعالى يا حبيبي في حضن ابوك، تسلم ايدك وعافيتك، حافظت على شرفنا وعلى بنتنا. يقوم يقول له ايه بقى؟ ايه؟ يقول له هات بقى يا حاج، هات بقى عشان املى جيبي. ساعتها ابوك عبد الحكيم مش هيقدر يقول له لا، هيقول له ده انت نن عين ابوك من جوه، اجرف وخد زي ما انت عايز يا حبيبي. يعني عايزاني اعمل ايه؟ أنزل أطخه بالنار عشان تستريحي؟ لا طبعا. هو أنا يعني مستغنية عنك؟ أنا بس عايزاك تركز مع اللي قالته شاهد. خلينا نخلص من اللي احنا فيه ده بقى. أنت لما يبقى ليك مال وتجارة محدش هيقدر يتحكم فيك. صدقني الفلوس بتعلي النفوس يا روح رتال من جوه. أدخل.
في شيء. مش هيقدر يعمل أي حاجة. وإن كان على الطلاق هيطلق غصب عنه. أنت بقى جاي تقول الكلمتين دول؟ لا. ولا اللي جايبك؟ أنا عايز أسألك سؤال وتجاوبيني عليه إجابة تقنعني وتخليني أشوفك كيف كنت بشوفك زمان. إيه هو السؤال؟ ليه عملت في نفسك كده؟ ليه؟ تترمي في حضن واحد ناقص؟ ليه قللتي من قيمة نفسك وروحك؟ ليه؟ طب ما انت كمان عملت كده. عملت ايه؟ ما انت قللت من نفسك ورحت اتجوزت فريدة. تقصد ايه يعني؟ اقصد ان كلنا بنرمي نفسنا في النار والسبب واحد بس، ابوك. انا اتجوزت العمدة بس على الورق بس. اتجوزته عشان يبقى الايد اللي اقدر اكسر بيها شوكة عمي، علشان اعرف اخد حقي اللي انا مش عارف اخده. تكسري يد مين؟ ها؟ لا لا انت غلطانة. غلطانة ليه؟ ايوه غلطانة غلطانة. العمدة حتى لو ابويا عمل اللي عمله اكتر بمليون مرة تروح تترمي الرمية دي توقع الوجع المطينة دي. طب ما انت كمان وقعت. انا حاجة وانت حاجة تانية خالص يا زينب. انت اغلى مني، اغلى مني بمليون مرة. تقصد ايه؟ بنات العيلة سندها وسترها. بنات العيلة الذهب اللي بنشتروه ونحافظوا عليه ونخاف عليه ولا يمكن نبيعوه ابدا، فهمتي؟ طب ما انتوا فرطتوا فينا. ما حصلش. حصل. هي دي المشكلة. ولا انت ولا ابوك قادرين تشوفوا الحقيقة. ان كل اللي بيحصل ده بسببكم انتوا. مش عاجبك كلامي؟ لا مش عاجبني. مش وقته دلوقتي. أسمع كلام ما منوش أي فايدة. لما جيت عندنا البيت لما بابا الله يرحمه كان عيان واتكلمت معاك أنا كنت مبسوطة قوي. اتبسطت ساعتها إن أنا ليا ابن عم. كان نفسي أقعد أتكلم معاك تاني. وقتها كلامك دخل قلبي. كنت حاسة إن دي مش أول مرة نقعد ونتكلم فيها مع بعض. كان نفسي نقعد كتير تاني يا مروان ونتكلم. قعدت أفكر وقتها إيه اللي إحنا فيه ده؟ حتى لو أهالينا في ما بينهم مشاكل، إحنا ليه ما نطلعش نفسنا من مشاكلهم ومن خلافاتهم دي كلها؟ وقررت إن أنا أعمل ده. بس شكلها كده صعبة. صعبة قوي إن الواحد يفصل نفسه عن الناس اللي حواليه. خصوصاً لو الناس دول أهله. لما انت قلقانة عليها جوك ده ما جبتهاش معاك هنه ليه؟ خفت للعمدة يجي يتهجم علينا هنا تاني وياخدها بالعافية. وانا خلاص مش قادرة عافر. تعبت يا بنتي تعبت. قمتي سبتيها هناك في بيت عبد الحكيم مع مروان مش كده؟ عشان تحمي بناتك سبتيهم في بيت عبد الحكيم. واخده بالك من اللي بيحصل يا عمتي؟ واخده بالي كويس قوي يا ناديه. انت عايزه تقولي ايه يا بنتي؟ عايزه اقول اني ما عدتش فاهماكي. عمتي انت نسيتي اللي عمله عبد الحكيم؟ ما نسيتش يا ناديه ومش محتاجه حد يفكرني. انا بس بفكرك. لا يكون خوفك على بناتك خلاكي تنسي ان عبد الحكيم هو اللي قتل اخوكي. وقتل جوزي كمان. وكل حقي وحق بناتي ما نسيتش. الا قولي لي يا عمتي، لو انا كنت مكان زينب في بيت العمده دلوقتي كنت هتقلبي عليا الدنيا عشان تجيبيني؟ ولا كنت هتسيبيني وتقولي ما باليد حيله؟ لو ما كنتيش في بيت العمده
وكنت في وسط النار، كنت حرمي نفسي فيها واخش اجيبك. عارفه ليه؟ عشان انت مالكيش غيري انا وربنا وبس. زينب عندها عمها ولاد عمها وجبريه اللي بتاكل اللحمه نيه. لو عبد الحكيم صمم يجوز زينب لمروان هتعمل ايه يا عمتي؟ مش هيحصل يا ناديه. وان حصل حبيبتي، فريدة ماسكة في مروان بإيديها وسنانها، مش هتسمح له يتجوز أي حد غيرها. يعني فريدة هي اللي مش هتسمح، إنما لو هو صمم. نادية اطلعي نامي يا بنتي، اطلعي نامي وسيبيني في اللي أنا فيه. أبوس إيدك، اطلعي نامي وسيبيني. حاضر يا عم.